حضرتك شفتي طياره ماشيه في الشارع؟ اطلاقا. انا مشيت في الشارع بالطياره. حضرتك تحكي لنا، تشارك المتابعين. اتفضل. حضرتك اشتركت في اطول معركه جويه واستمرت حوالي 13 دقيقه وهذا مذكور في السجلات. تقول لي القتال عند الطيار المصري كيف وصل الى هذه الدرجه من الروعه ومن الصمود ومن محاربه، يعني احنا اعتقد انه طبعا كان الطيران عندنا اقل في مستواه الفني والتكنولوجي عن الجانب الاخر، لكن اعتقد انه صمود الطيار المصري كان كفيلا بانه يحقق انتصارات كبيره. واذكر لحضرتك انه حضرتك لما نفذ الوقود ان حضرتك نزلت بالطياره في الشارع. اولا وبعون الله وبلا فخر انا صاحب معركه اطول معركه في من 67 لغايه 73 اسمها معركه المنصوري 13 دقيقه. لك ان تعلمي ان اي معركه في الدنيا من دقيقتين الى ثلاثه، لان الطياره بتستهلك 200 لتر في الدقيقه على اقصى قدره للطياره في هذا الوقت، فما بيبقاش عندك وقود انك انت تكملي. فاي معركه بتبدا وتنتهي في دقيقتين الى ثلاثه عشان كل واحد يقدر يلف ويرجع مطاره تاني. ابلغوني ان في 6 طيارات فانتوم دخلت المجال المصري عند منطقة العين السخنة والزعفرانة. طلعت أنا وزميلي الشهيد الطيار ذو 19 ربيعا حسن لطفي. لما طلعنا طيارتين بيبلغوني في 6 طيارات فانتوم داخلة، طيارتين بيعملوا استطلاع وأربع طيارات بتحميهم، فده اسمه استطلاع بالقوة. احنا كنا مستنيين هذه اللحظة، وانا واحد من 100 طيار كنا موجودين في هذا الوقت علشان ندافع عن مصر. بيبلغني في 6 طيارات قدامك، قلت له دخلنا عليهم على طول. انا داخل بروح قتالية ومعنوية عالية جدا وعارف انا هعمل ايه. المفروض لما يقول لي في 6 طيارات قدامك لازم اطلب منه عون وتيجي طيارات تانية تشترك معانا في هذه المعركة. احنا كنا طيارتين ميج 21، الطيارة بتطير اقل من ساعة، معانا 4 صواريخ ومعانا 400 طلقة وطيارة عتيقة تكنولوجيا ورادريا وما فيهاش اي امكانيات قدام 6 طيارات فانتوم، كل طيارة فيها 2 طيارين يعني 12 طيار يعني 24 عين يعني 12 مخ يعني 30,000 طلقة يعني 48 صاروخ، كل صاروخ منهم اسمه فاير انت فورجيت يعني اضرب وانسى، واحنا معانا هذه القوة الضعيفة. طبعا هم طبعا ما شافونا قال لك دول طيارتين ميج 21 هنلعب بيهم، لكن هم ما يعرفوش ان المصريين لحمهم مر وما نتكلش ابدا، واذا كنا في 67 مصيبة 67 اتكلنا فاحنا وقفنا لهم في زورهم واضطروا ان هم يرجعونا. مصر عصيه على اي حد في الدنيا. اعتقد انه كان درس لا ينسى. لا ينسى. فانا المنصوري وست فانتومات اللي هم طيارات الفانتوم الشبح امريكيه الصنع اخر ما في التكنولوجيا الامريكيه. المنصوري وست فانتومات دخلنا في اول 30 ثانيه. تمكنت بعون الله من اسقاط طائره قائد السرب الاسرائيلي. واحدة من ستة طائرة قائد السرب الإسرائيلي. تمام. فبعون الله في أول 30 ثانية فكف السباق باستمرار. سباق بالزبط. طبعا هم فضل منهم 5 طائرات وإحنا كنا طائرتين. أيوة. حاولوا معانا جميع الأشياء اللي في الدنيا. ما قدروش يعملوا معانا أي حاجة لأن إحنا المصريين هم ملناش حل أبدا وضد الكسر. ففضلت المعركة 13 دقيقة لم يستطيعوا ان هم ينالوا منا اطلاقا. في اخر 500 لتر موجودة مع الطيار الشهيد حسن لطفي اللي كان موجود معايا بيقول الطيارات ما زالت بتهاجمني اعمل ايه؟ قلت له اخبط فيهم. ما كدبش. طيار ذو 19 ربيعا، هتيجي اي واحد دلوقتي عنده 19 سنة فاهميني ممكن يعمل ايه؟ الحمد لله
بعد ما نفذ الوقود من الطيارات وتوقفت المحركات، الأوامر عندي من الروس اللي هم صنعوا الطيارة، نط وسيب الطيارة لأنها هتموتك. لكن إزاي أنا بعد ما دخلت جون في البرازيل وضربت لهم طيارة قائد السرب أنط بالطيارة بتاعتي؟ هيبقى واحد واحد، وده مش ممكن يحصل. إضافة، أنا أقسمت قدام جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية سلاحي لا أتركه قط حتى أذوق الموت، فما كانش ممكن أن أسيب طيارتي أبدا. بصيت لربنا سبحانه وتعالى قلت له يا رب إيدك معايا، أنا بقاتل في سبيلك، إيدك معايا يا رب. تمكنت بعون الله من الهبوط بالطائرة في الشارع على مدى رملي، ونزلت الطائرة سليمة والحمد لله، والطائرة دي طارت تاني وهي موجودة النهاردة في بانوراما حرب أكتوبر. أول طيارة ميج 21 مكتوب عليها 80-40، ومن الناحية التانية عليها نجمة ذهب واسم المنصوري.